صباح الخير واهلا بحضراتكم ورمضان كريم. كل يوم بنهتم هنا في اليوم السابع اننا نطلع حضراتكم على اخر تطورات حاله الطقس. اخبار الطقس يمكن تكون من اهم الاخبار اللي ناس كتير بتسال عنها، خصوصا مع التغيرات اللي بنشوفها. يوم بيشهد ارتفاع في درجات الحراره ويوم تاني انخفاض، يوم نكون حاسين بارتفاع الحراره بشكل لا يطاق، ويوم تاني بندور نلبس الشتوي تاني بعد ما معظمنا تقريبا استغنى عنه. ايه الحكايه ويا ترى ايه اسباب الاضطرابات دي؟ هل بكده نكون بدانا فصل الصيف بشكل رسمي؟ هنعرف كل ده من الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد، للحديث اكثر عن حاله الطقس خلال الايام القادمه. بنرحب بيك معانا يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. خلينا نبتدي من النهارده وارتفاع الحراره الجديد اللي بدانا نشعر بيه، هل مستمر معانا؟ لا، هو النهارده بس يعتبر ارتفاع في درجه الحراره، حتى في المسارات اليوميه قلنا ان هيكون ارتفاع مؤقت في درجه الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه بما فيهم طبعا القاهره العاصمه اللي متوقع عليها ان تصل درجه الحراره العظمى النهارده هي والوجه البحري ما بين 36 و37 درجه مئويه، وطبعا ده يعتبر ارتفاع عن امبارح بحوالي من 5 ل6 درجات مئويه. طبعا هذا الارتفاع هيكون مؤقت زي ما قلت لحضرتك، مجرد ما تبدا تغيب اشعه الشمس بتنخفض درجه الحراره مره اخرى بشكل سريع، وبنشوف نسمات من البروده في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. درجه حراره صغرى بتتراوح من 15 ل16 درجه مئويه، انخفاض كبير جدا ما بين ساعات النهار وساعات الليل يزيد احيانا عن 15 درجه مئويه. فطبعا احنا بنقول للساده المواطنين هنخفف ملابسنا ما فيش كلام، بس ده خلال فترات النهار، ونكون حذرين جدا اثناء تواجدنا خارج المنزل في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. دكتور محمود، ايه اسباب هذه الاضطرابات الكبيره اللي في حاله الجو؟ ليه شايفين ان بالنهار الجو بيبقى حر جدا ومساء الناس كتير بتضطر ان هي تلبس شتوي او حتى جاكيت كده تحطه عليها بحيث يحميها من انخفاض في درجات الحراره؟ هو طبعا احنا التغير القطر الهوائيه اللي احنا بنشوفه خلال فتره الربيع، يعني فتره الربيع دي دايما بنقول الربيع فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه، وتتغير القطر الهوائيه فيه بشكل سريع شويه عن الفصول الاساسيه زي الصيف مثلا، بيبقى في ثبات شديد في احوال او في توزيعات الضغط، ولكن التغيرات والتقلبات اللي بتحصل في فصل الربيع وتغير القطر الهوائيه وتغير الكتل الضغطيه اللي بتاثر على جمهوريه مصر العربيه، ده اللي بيخلي هناك تباين كبير في درجات الحراره من يوم الى اخر. زي ما بنقول احنا النهارده في ارتفاع مؤقت، بكره هترجع ثاني درجات الحراره الى 30 و29 و28 زي ما كنا بنشوف خلال 72 ساعه اللي فاتوا. فترات الليل زي ما قلنا دايما لسه الليل الى حد ما لسه قط بشكل كبير، فلسه طبعا بيكون فيه هناك انخفاضات في درجات الحراره، وخصوصا مع نشاط الرياح اللي بنستشعره في المناطق المكشوفه والطرق المكشوفه الى حد كبير، بنلاقي فيها نشاط للرياح خصوصا لما يكون اتجاه الرياح شماليه شرقيه او شماليه شرقيه، ده بيساعد اكثر على المزيد من احساسنا بانخفاض درجه الحراره في فترات الليل. طيب رسميا نقدر نقول الصيف هيبتدي امتى بالشكل ده؟ هو رسميا طبعا الصيف بتاعنا في مصر في 21/6، ولكن احنا الايام القادمه هتشهد برضه ما بين ارتفاعات وانخفاضات، يعني نص ثاني من الربيع بتكون في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. هنضيف اكيد ما فيش كلام غلط علينا خلال الفتره اللي جايه بشكل كويس خلال فترات النهار، خصوصا ان احنا داخلين ثاني على ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره اعتبارا من يوم الاربعاء القادم، هتبدا ترفع درجات الحراره مره اخرى تصل ل 33 يوم الاربعاء و36 يوم الخميس و38 يوم الجمعه والسبت. فيعني احنا داخلين على ثاني رغم التحسن اللي احنا نستشعره يوم الاثنين والثلاثة، الا ان نعتبر من يوم الاربعاء تعاود درجات الحراره ارتفاع تدريجي مره اخرى. طيب في ناس كتير الحقيقه مش عارفه تلبس ايه، تصيف ولا تشتي، وبرده عامل لها مشكله فكره ان هم بالنهار مصيفين ومساء يعني مشتيين. نقول للناس ايه اهم النصائح اللي ممكن نقولها لهم اليومين دول؟ هو حضرتك احنا عشان بننتقل من الشتاء للصيف الدنيا بتتغير بشكل كبير، فمش هينفع يكون في تغيير جذري في نوعيه الملابس لان التغير بيبقى تدريجي. احنا كنا بنشوف في خلال فترات النهار
ايام بترتفع فيها درجات الحراره، ومعظم الايام بتكون منخفضه في درجات الحراره مع استمرار انخفاض درجات الحراره فترات الليل. تدريجيا لما دخلنا في اعماق الربيع بدانا نستشعر ان درجات الحراره خلال فترات النهار بدات تزيد، فبدانا نخفف ملابسنا، ولكن ما زال الليل انخفاض في درجات الحراره. فيعني نحاول نستثقل نفسنا شويه ان اثناء تواجدنا خارج النهار خارج المنزل في فترات النهار يكون نوعيه الملابس مختلفه شويه عن تواجدنا خارج المنزل في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح، وده مؤقتا بس لغايه ما تبدا الاجواء تكون مستقره خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه على كل هذه المعلومات. شكر موصول لحضراتكم، كنا معاكم في تغطيه خاصه حول حاله الطقس في الايام اللي جايه، وبالتاكيد انتظرونا في تغطيات جديده على مدار الساعه في اليوم السابع، والى اللقاء.